السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير فين ما كنتوا في هذا العالم. الوغ فيديو اليوم بغيت نوجه من خلاله رسالتين. الرساله الاولى لوزير التربيه الوطنيه، والرساله الثانيه للاشخاص ولا الناس اللي كانوا غادي يجتازوا مباراه التعليم واللي للاسف ما غيقدروش ما يستطعوش حاليا يجتازوه لان السن ديالهم يفوق 30 سنه. هذا مؤخرا من بعد المذكره الوزاريه التي كتفسر شيئا ما الطريقه ديال الترشيح الى اخره. هذا اكتشفنا ان كاين واحد الشرط ما كانش سابقا، الشرط ديال العمر. الوزاره حددت الشرط، حددت السن ديال الترشيح في 30 سنة. الرأي ديالي طلب مني رأيي، وأنا كنت قبل أن يطلب مني رأيي كنت غادي نعطي رأيي، لأنني أول شيء أستاذة معنية بالقطاع، ثاني شيء لأنني مواطنة مغربية، ويؤلمني ما يؤلم الإخوان ديالي ولا الأخوات ديالي من المغاربة ومن الناس اللي أنا تعرفت عليهم بطريقة أو بأخرى. الناس اللي اجتهدوا، الناس اللي منذ الصيف ويمكن قبل من الصيف وهم يعدون لهذه المباراة، الناس التي علقت أملها في هذه المباراة، الناس التي تطارد شبح البطالة، الناس اللي تود وتحلم أن تصبح أستاذ ولا أستاذة، وللأسف الناس اللي تجاوزت العمر تاع 30 سنة واللي بين ليلة وضحاها لقت أن ذاك الحلم ولا ذاك الطموح ولا ذاك الهدف تبدد، ما بقاش كاين، ما بقاش عنده الأثر ديالو. رسالة الأولى، ولو أن ما عرفتش أنا واش هاد الفيديو ممكن توصل لوزير التربية الوطنية ولا ما توصلش ليه، وأتمنى لو أن صوتي يصل إلى المسؤولين. بغيت نقول لكم أن هاد القرار غير صائب، هذا القرار غير حكيم، هذا القرار أنا مجحف وظالم في حق هاد الناس لسبب جد بسيط. منذ متى كانت الكفاءة تقاس بالعمر؟ حنا اليوم في المنظومة ديالنا التعليمية التربوية نحتاج إلى أشخاص أكفاء، محتاجين ناس أكفاء، ودون ذكر الأسباب وما غنتحدثوش على المنظومة ديالنا، فنحن نحتاج اليوم إلى أشخاص أكفاء. ونعلم جيدا أن الدول المتقدمة واللي تقدمت هذه مدة فهمت أن لن تتقدم دولة إذا لم تهتم بأمرين اللي هو التعليم والصحة، يعني بالإنسان راه لو كابيتال، رأس المال، أهم رأس مال ممكن يجب أن نعتمد عليه هو رأس المال البشري، هو الإنسان. منذ متى كانت الكفاءة تقاس بالعمر؟ ودليل أن كاينين أساتذة مارسوا مهنة هاد المهنة في سن 40 سنة، في سن 50 سنة، كاين اللي تبارك الله تقاعد واستطاع أن يلج القسم في المدارس الخصوصية ومازال يعطي تبارك الله وفي أوج العطاء ديالو. هذا يدل على أن العمر ماشي معيار باش نقول هذا الأستاذ أو لهذا الشخص كفء أنه يكون أستاذ أو لا، أو لا هو كفء أم لا. الأنظمة الأخرى أنا ما غنتحدثش عليها الآن، الأنظمة الأخرى تجاوزت هذا الأمر، هذا ديال العمر. حنا ما حناش لا نحتاج من أجل أن نكون أستاذ، لا نحتاج إلى شبابه ولا إلى قوته البدنية. حنا ما كنوجدوش لاعبي كرة القدم، حنا لا علاقة لنا بالرياضة اللي غطلب مني جسد شاب ولا قوي ولا، نحن نحتاج إلى الكفاءة العلمية، إلى أشخاص عندهم كفاءة علمية، أشخاص عندهم لو سافوار، عندهم لو سافوار فير، ولو سافوار فير نكتسبه، وعندهم لو سافوار إتر، هذاك لو سافوار إتر الذي لا نهتم به للأسف. لو كنت مكانك أيها الوزير، بدل أن أحدد العمر في 30 سنة، أنا نقول
سأحدد مدة التكوين، هذيك مدة التكوين اللي في سنة غادي نردها أنا سنتين أو 3 سنوات. أي لأن أنا عارف مزيان أن سنة، وغادي تكون متفق معايا وكلكم متفقين معايا، أن سنة غير كافية من أجل إعداد واحد الأستاذ اللي غادي نعطيه ونقول من بعد سنة نقول يلا القسم، وراه ماشي حتى سنة، راه أقل من سنة، ومن بعد نقول لهم يلا دخلوا القسم وليوا أساتذة. الأمر غير كافي لأن هاد المهنة هادي تتطلب بعدا واحد التكوين، وهي تتطلب تكوين باستمرار، يعني دائما ماشي غير سنة ولا سنتين، يعني الإنسان دائما خصو يبقى في تكوينات مستمرة، لأن هاد المهنة هادي تتطور وتتقدم، وإلى يعني ميمكنش مكينش التبات فيها، ميمكنش نقول صافي أنا أصبحت أستاذ راه قد اكتسبت المهنة. هاد المهنة بالضبط تكتسب على مدى السنوات او على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. لهذا رسالتي، ولو انني لا اظن انها ستصل الى الوزير او الى المسؤول او الى هذو اللي كانوا وراء هذا القرار الغير صائب والغير الحكيم، انا سؤالي منذ متى كانت الكفاءة تقاس بالعمر؟ وحتى فاش ما كناخذوا شي قرار، خصوصا بحال هاد القرارات اللي كتكون قرارات شويه قاسحه وصعيبه، يجب ان نشرح، خصنا نفسروا للناس، نكونوا في اطار الشفافيه والمصداقيه والديمقراطيه، نخرجوا بمؤتمر صحفي ونفسروا لماذا حدد العمر في 30 سنه، حتى باش الناس تقتنع وتفهم، ماشي تحس براسها دابا الناس منهم اللي دخل في كاف اكتئاب، منهم اللي تصدم، منهم اللي راه مهم. الامر راه صراحه مؤلم لواحد الدرجه كبيره. هذا القوس هذا ساغلقه وسامر الى رسالتي الان الى الناس اللي كانوا على وشك ترشيح الاجتياز مباراه التعليم، واللي للاسف العمر ديالهم يفوق 30 سنة. أنا غادي نقول لكم كلام واحد، هو كلام الله سبحانه وتعالى، مشي كلامي أنا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، صدق الله العظيم. الحاجة اللي ما مكتبش لكم الآن أو اللي ما تيساتش لكم الآن، وانتم كنتم مستعدين ووجدتوا الأسباب واجتهدتوا وسهرتوا الليالي، وانا عارفة جيدا أن كاين منكم عدد كبير يسهر الليالي، وكاين اللي مسكين يراجع ويقرأ ويقلب ويبحث ويسول هنا ويعيد في التليفون ويشوف اليوتيوب إلى آخره، ولكن الأمر الآن ما بقاش بين يديكم، لأن القرار انتم لا علاقة لكم به، ماشي انتم اللي وضعتوه ولا كنتوا سبب فيه. لهذا أنا أقول هذا أمر ما بغاش لكم الله سبحانه وتعالى. كنت شفت مؤخرا واحد تعليق في الفيسبوك، واحد السيدة قالت ولا السيد قالت وراه ما كاينش غير التعليم. فعلا ما كاينش غير التعليم كمهنة أو كباب للرزق، ما كاينش غير التعليم، وما كاينش غير التعليم في الدولة كباب للرزق، وكاين أسباب ولا أبواب رزق مختلفة وكبيرة، خص فقط الإنسان يجتهد ويطلبها ويسعى إليها، وإن شاء الله الرحمن الرحيم ربي ولي التوفيق. لهذا أنا أقول ولا تقنطوا من رحمة الله، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ولا بد أن كاين حكمة ربانية من وراء هذا الأمر، ومن يدري يمكن هذا فقط هذا القرار عنده علاقة بهذا السنة فقط، والسنة المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم ممكن القرار أنه يتغير، إحنا ما عرفناش شنو هما الأسباب اللي من وراء هذا القرار هذا، ولكن ولا بد بإذن الله الخير غادي يكون القدام، يعني تفائلوا ولا تقنطوا من رحمة الله، وما كاينش غير التعليم كباب للرزق، وما توقفوش الاجتهاد وما توقفوش طلب العلم، لأن الجميل في مهنة التعليم هو أنها مهنة كتخليك دائما مصاحب للعلم وطالب للعلم وتسعى في طريق العلم، هذا هو الجميل في هذه المهنة هذه. لهذا أنا كنقول لكم نصيحة من أخت هي أنكم خليكم في طريق العلم وفي طلب العلم، وبإذن الله سعوا إلى الرزق وطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله غادي يكون خير إن شاء الله، وستفرج بإذن الله ستفرج. دونك ما تيأسوش وما تفقدوش الأمل ولا تقنطوا من رحمة الله، لأن الرزق ليس بيد وزارة التربية الوطنية، الرزق بيد الله،
الرزق بيد الله، الله سبحانه وتعالى اللي كيرزق، والمهن تهي راه ارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. لهذا انا كنقول لكم كملوا في طريقكم ولا تيأسوا، وان شاء الله الرحمن الرحيم يكون خير باذن الله. هذا لا يعني انني ادافع على القرار الوزاري، انا رايي في القرار قلته في الاول ولا اتفق بتاتا، وكنقول حنا متى سنتقدم، متى سنتقدم ومتى غنكونوا بحال الاخرين. اتيحت لي انا صراحه ولله الحمد، وكنحمد الله وكنشكر عليها، انني عضوه في منظمه البكالوريا الدوليه اللي هي منظمه الاصل ديالها اجنبي، وانا اعمل الان مع ناس اجانب وما عمرهم ما شافوا فيا لا العرق ديالي ولا السن ديالي ولا الجنس ديالي ولا انني احمل فولار ولا انني دايره الحجاب ابدا. ناس تجاوزت، الناس تنظروا اليك المنظور ديال العقل، كتشوف الكفاءه ديالك العلميه فقط. جلت بزاف تاع الدول، مشيت لدبي، مشيت لايطاليا، مشيت لاسبانيا، مشيت روسيا، دخلت المدارس اقل ما اقول فيها انها مدارس رائعه رائعة. الناس تهتم الآن بالتعليم وتعرف أن المفتاح التقدم هو التعليم، وتعتني بالمدرسة بعد العمومية عندهم كيف دايرة المدرسة العمومية عندهم، فما بالك في المدارس الخصوصية عندهم كيف دايرة. والعكس، راه المدارس العمومية عندهم كيهتموا بها أكثر من كيهتموا بالمدارس الخصوصية. الناس تهتم كيف ما قلت وتنظر إليك لا إلى لباسك ولا إلى عرقك ولا إلى عمرك، إنما تنظر إلى عقلك، إلى كفاءتك العلمية. ولا كانت شافت فيك الكفاءة العلمية كتقدرك وكتكبر بك وتفتح لك أبواب النجاح. صراحة هذا هو اللي أنا كيخليني أنني أفتخر أنني عضوة في منظمة البكالوريا الدولية، لأن فعلاً إلا شافوا فيك المصداقية والعمل وشافوا فيك الكفاءة المهنية يفتحون لك أبواب بدل الباب أبواب النجاح. تبارك الله عليكم، والله يوفقكم، وإن شاء الله الرحمن الرحيم يكون خير بإذن الله، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.